للمزيد من النقاش حول الأزمة الاقتصادية العالمية عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. دعني أبدأ معك من الصين، وهي حلقة في الحقيقة مؤثرة وأساسية في الاقتصاد العالمي. منذ أيام كانت المؤشرات تلوح أن الصين لربما تحقق النمو المستهدف المتعلق ب 5% هذا العام. اليوم رئيس الوزراء الصيني يحذر بأنه من الصعب أن يتحقق هذا الهدف. كيف نستقرأ هذا المشهد وما مدى تأثيره دكتور محمود على الاقتصاد العالمي بشكل عام؟ يعني يمكن هذا الكلام كان متوقعا وفقا للتقارير الدولية التي يعني أكدت على أن العام 2023 العام الحالي هذا سوف يشهد يعني وضعا يمكن أسوأ من العام السابق، وأنه الأزمة يعني تلقي بتداعياتها على العالم بشكل أكبر وأكثر تعقيدا. هذه من ناحية. من الناحية الأخرى يمكن كمان خطورة وتعقيد هذه الأزمة، واحد من أهم العوامل الخاصة به هو أنه الاقتصاديات الكبرى أو ما يطلق عليه محركات العالم الاقتصادي زي الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية يمكن إلى حد كبير يعني ألقت الأزمة بتداعياتها بشكل أكبر، ويمكن أثر هذا ليس فقط على معدل النمو الاقتصادي ولكن حتى على مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى زي معدلات الاستثمار، خاصة كمان أنه حتى الاستراتيجيات وسيناريوهات الحل التي تم تبنيها واللي لها علاقة برفع سعر الفائدة في كثير من الدول، هذا الأمر أثر على القوى الشرائية لدى المواطن، لأن تبني مثل هذه السياسات سوف يعني يحفز المواطن للادخار أكثر من الاستهلاك، وهذا الأمر يمكن أن يعني يزيد من الركود بشكل أكبر. طيب دكتور محمود، هنالك الكثير من التحديات لربما تواجه الاقتصاد العالمي. يمكن بعض الخبراء تحدثوا في الجزء المتعلق بالاستراتيجيات والسياسات، الجزء المتعلق برفع سعر الفائدة لم يكن أمام الحكومات في مختلف دول العالم سوى اتخاذ الطريق المتعلق برفع سعر الفائدة، لكن الآن ثم التهديدات، ثم التحديات تواجه الاقتصاد العالمي، منها أن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات تضخم غير مسبوقة، هنالك الكثير من المخاطر الجيوسياسية التي جعلت كبرى الدول تتجه نحو الانفاق الدفاعي وإن أجزنا استخدام هذا التعبير. الشكل بشكل عام دكتور محمود، إلى أين يتجه الاقتصاد، وهل ثمت حلول من الممكن أن تطرق على المشهد تجعل من هذه الدول تتخذ لربما منحنى آخر في التعامل مع هذه الأزمة؟ يعني يمكن اختزال هذه القضية في أنه يعني يتم رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، هذا يعني هذه السياسات وإن كانت هي سياسات صحيحة تتحدث عنها النظرية الاقتصادية في حالة حدوث التضخم، إننا بتبع سياسة إلى حد ما سياسة انكماشية بتهدف إلى رفع أسعار الفائدة، لكنه اختزال الموضوع والأزمة في هذا الأمر هذا يعد في وجهة نظري توصيف غير دقيق بالمرة للأزمة المالية التي يعيشها العالم الآن. نحن لسنا بصدد تضخم فقط، تضخم ترجع أسبابه إلى ارتفاع معدلات الطلب، ولكن هذا التضخم أولا يمكن أن تسميته بالتضخم الجامح أو بالركود التضخمي، أنه هو عندي حالة من ارتفاع الأسعار وفي ذات الوقت العالم يعاني من حالة من الركود أو من الكساد، وكمان يمكن لا ترجع أسبابه إلى انخفاض معدل. صحيح التضخم هو متغير اقتصادي واحد لكن أسبابه عديدة، منها التضخم المستورد ومنها التضخم الذي يأتي لارتفاع الطلب ومنها التضخم الذي يأتي لارتفاع سعر التكلفة بالنسبة للسلع ومنها التضخم الذي له علاقة بأسعار صرف العملات. التضخم الحادث الآن جراء هذه الأزمة المالية العالمية يمكن توصيفه بأنه تضخم جمع كافة أسباب التضخم في إطار واحد ليظهر هذه أو لتظهر هذه الموجة التضخمية. بهذا التوصيف لا يمكن أبدا الحديث عن سيناريوهات حل لها علاقة برفع أسعار الفائدة أو اختزال القضية في رفع أسعار الفائدة. طب أي حلول دكتور محمود؟ يمكن في مكالمة سابقة
كنت بتحدث مع حضرتك عن فكرة وجوه التشابه أو حدود الاختلاف بين الأزمات المالية السابقة وهذه الأزمة المالية العالمية. يمكن حضرتك تطرقت لنقطة أنه ما فيش تشابه بين الأزمات السابقة وأن هذه الأزمة لربما من أشد الأزمات العالمية التي واجهت المالية العالمية والاقتصادية العالمية التي واجهت الاقتصادات العالمية. هل ثمت حلول من وجهة نظر حضرتك دكتور محمود من الممكن أن يتم اتخاذها؟ نعم، خليني أبدأ ليه هذه الأزمة في بشكل مختصر. مكمن خطورة واختلاف هذه الأزمة عن الأزمات السابقة حقيقة الأمر اختصارا كده في أمرين. أولا أن هذه الأزمة يكتنفها حالة كبيرة من اللا يقين. لا يستطيع خبير اقتصادي ولا مؤسسة دولية تعمل في المجال النقدي أو المجال المالي أن تتنبأ ما الذي يمكن أن يحدث خلال السنوات القليلة الماضية القادمة عفوا. وده سبب لأنه هذا الصراع ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي تستخدم فيه العقوبات الاقتصادية وأدوات الاقتصاد كأحد أدوات الصراع. هذه النقطة. النقطة الأخرى أن هذه الأزمة لا يوجد فيها تنسيق دولي. يعني لو قارناها مثلا بالأزمة السابقة أزمة كورونا، يمكن كان العالم كله يجتهد بشكل أو بآخر للخروج من هذه الأزمة، لكن نحن الآن لدينا طرفين متصارعين ولا يوجد أي توحيد للجهود الدولية في هذا الإطار. وأنا ما زلت عند رأيي أن أي حديث أو أي سيناريو للحل عن أو للخروج من هذه الأزمة يبدأ بتنسيق الجهود الدولية لاتباع سياسة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي، وتبدأ بتجريم استخدام العقوبات الاقتصادية أو بعض الأمور الاقتصادية كأحد أطراف الصراع، سواء كان صراع سياسي كان صراع عسكري. لا تستخدم فيه هذه الأمور، وأن يتم تنسيق الجهود بشكل أو بآخر للخروج من هذه الأزمة، لأنه لا يوجد في هذه الأزمة كاسب. الكل خاسر في هذه الأزمة، سواء أطراف الصراع أو حتى دول العالم الأخرى، سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة. صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ الاقتصاد دكتور محمود عمر، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.